النجمة الجميلة اللي معايا دلوقتي الحقيقة من بدايتها هي عنوان للتميز والجودة في كل أعمالها الفنية سواء الغنائية أو التمثيلية، هي الجميلة المتألقة دائما منى عبد الغني. بقول لحضرتك منورة الدنيا كلها. انتوا اللي منورين وكل سنة وانتوا طيبين. بالصحة والسلامة، ومتألقة في اللون اللي أنا مش عارف أحدده، هل هو أوف وايت ولا سكري ولا إيه بالظبط؟ أبيض في أوف وايت في ساتان كذا خامة، فيعني ما بيبانش بالظبط هو إيه. جميل. الألوان الفاتحة دي بتبقى مبهجة، بتحبي يعني الألوان دي أكتر؟ أنا يعني في مهرجان القاهرة السينمائي لما لبست أسود كنت مستغربة نفسي قوي، قلت آخر مرة ألبس أسود على وشي بالذات. أسود ملك السواريهات في حلو، بس مش على الحجاب. يعني بيبقى في اللبس أوكي.